مهرجان الوذبة 2015. تابعنا وياكم شوط الرمز، والرمز ذهب إلى المملكة العربية السعودية باسم الزام للسيد عبيد بن حرب العمراني. وسلام سلام عليكم يا أهل المملكة من أرضية ميدان الوذبة من عاصمة الميادين. ها هو أيضا شوط الرمز، شوط الشداد ينطلق على أرضية هذا الميدان، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة للمركز الأول. هناك شداد بالإضافة إلى الشداد نيسان ستيشن، والمركز الثاني سيارة كروزر بيكب، وفي المركز الثالث أيضا سيارة كروزر بيكب، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. هذا دعم كبير لهذه الرياضة من قيادتنا، من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط مخيف، على مقدمة هذا الشوط للسيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني نبراس للسيد صالح بن سعيد بن أحمد بن خالص العامري. ويلا يا بن خالص في الشوط الأول خلصوا عليك، لكن في هذا الشوط عندك نبراس، نباك تخلص على الجميع. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث مشاهد للسيد سعيد بن سالم النيادي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف وعد للسيد حمد بن هلال بالزبنة العفاري مع شعار سفير الأصالة. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس مايهاب مايهاب من المنافسة في الرموز، وهو يحمل هذا الشعار، شعار محمد بن سيب الكليب. اجتبي هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى المنافسة، بن خالص بدأ يخلص الأمور حتى هذه اللحظات بقيادته إلى نبراس. نبراس على المقدمة للسيد صالح بن سعيد بن خالص العامري، مخيف في المركز الثاني للسيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث مشاقب للسيد سعيد بن سيب بن سالم النيادي. واليوم يوم المشاغبة، اليوم يوم المنافسة، اليوم يوم الرموز، اليوم يوم التحدي. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع الجذاب، الجذاب قادم بشعار المجازف، بشعار محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والملكية تعود للسيد حمد بن خليفة بن سالم السويدي. ننتقل إلى المركز الخامس، ما يخاف في المركز الخامس في هذه اللحظات للسيد محمد بن سيب الكليب. الاجتبي الصراع على المقدمة، يا سلام يا سلام يا الجذاب، بدأ يجذب الشداد، بدأ يجذب الناموس، بدأ يجذب السلامات بشعار المجازف على ظهر الجذاب. ها هو الجذاب يجذب الأمتار، يجذب خط النهاية. ها هو الجذاب على مقدمة هذا الشوط للسيد حمد بن خليفة بن سالم السويدي. ماي هوب ماي هاب واصل 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 مع شعار ممثل المدام الدايم سيف بن علي بالكليب. الاجتبي، لكن الجذاب بدأ يغادر، بدأ يباعد بمقدمة هذا الشوط. يبى الشداد، يبى الشداد، يبى السيارة النيسان الاستيشن. يا سلام يا الجذاب، بنقول سلام سلام عليكم يا أهل منازل، أسعد الله مساكم بكل خير وبكل محطة. من هنا من أرضية ميدان الوذبة من عاصمة الميادين عبر قناة ياس الفضائية، تهانينا للسيد حمد بن خليفة بن سالم السويدي على فوز الجذاب بالمركز الأول. في المركز الثاني ماي هاب للسيد محمد بن سيف بن الكليب الاجتبي. المركز الثالث مخيف للسيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري. المركز الرابع، المركز الرابع مفاجئ للسيد احمد بن محمد بن سعيد بن العضيلي العامري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مغادر للسيد محمد بن مطر بن زايد المنصوري. هذه النتيجه، وها هي اللقطه، ساعه تسلل الجذاب على حساب الجميع الى رمز هذا الشوط. ها هو الجذاب يقترب من خط النهايه، والتوقيت الافضل من بدايه المهرجان لسن الحجايج. ها هو الجذاب
الشباب قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وقدر 5 دقائق 56 ثانية، جزء واحد من الثانية، ويتحطم التوقيت تحت أقدام الجذاب. تهانينا للسيد حمد بن خليفة بن سالم السويدي على هذا الأداء المتميز للجذاب، والذي وصل في المركز الثاني مايهاب 5 دقائق 59 3 أجزاء من الثانية. تهانينا من الأعماق للسيد محمد بن سيب الكليم الاجتبي، والذي وصل في المركز الثالث. مخيف وصل في المركز الثالث. ناخذ التوقيت الزمني يا مخرجنا يا المبدع دائما وما مرافقنا مع هذا النقل الحي عبر قناة ياس الفضائية. نشوف المركز الثالث إذا أمكن، ها هو مخيف 6 دقائق ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا من العماق للسيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز.